مشاهدينا الكرام، تشكيل فريق الاسماعيلي في اللقاء اليوم: كابتن حازم، محمد فوزي في حراس المرمى، وسام ابراهيم في الجبهه اليمنى، في الجبهه اليسرى محمود البدري، باهر المحمدي، ووجود ابراهيم ابو العزيز طبعا في غياب محمد هاشم، كولا مندونجا وعماد حمدي، ثم عبد الرحمن مجدي واحمد مدبولي ومحمد الشامي تحت راس الحربه فخر الدين بن يوسف. انا شايف التشكيل جيد جدا، يعني اسامه ابراهيم ومحمود بدري اطراف كويس قوي، دونجا وعماد حمدي لعيبه كوره وبيدافعوا كويس ولعيبه كوره كويسين يبتدوا الهجمه كويس قوي. باهر طبعا يمكن ابراهيم ابو العزيز ما بيلعبش، كان هاشم بيلعب وموقوف، فبالتالي صحيح. بس باهر عنده اكيد هيبقى هو الكابتن بيتكلم كتير. الثلاثه تحت الفرويد وفخر الدين الاربعه اللي قدام متعبين، خصوصا الشامي لعيب سريع قوي متعب، يعني كل كوره عايز يعمل سبرنتات، متعب لاي حد يلعب جنبه او عليه، يعني احمد عيد هيبقى متعب عليه، ان هو الشامي مش من اللعيبه اللي بيتحرك من غير كوره، الشامي دايما بياخد الكوره ويجري يحطها قدامه ويزق، متعب يعني عايز سبرنتات وعايز مساحات، فلعيب قوي. ناحية تانية عبد الرحمن مجدي لعيب اكيد لعيب كويس قوي، مدبولي من اللعيبه المحترمه، فخر وجوده كراس حربه، طويل جسمه كبير بيقدر يطلع في العالي هيضايق محمود علاء اكيد وعبد الغني في الكرات العاليه، ولعيب عنده سنس في الهجوم كويس سريع. انا شايف تشكيل كويس بالنسبه للنادي الاسماعيلي، يعني حسب لو دول في ادائهم الطبيعي، يعني ممكن حالتهم الله اعلم، لكن التشكيل انا شايف من وجهه نظري تشكيل كويس ومتعب اكيد. تشكيل دفاعي في وسط الملعب، محمد دونجا او عماد حمدي، على عكس الماضي كان بيلعب بهمام طارق، كان بيلعب بمحمد مخلوف. مطالب وانت بتلعب امام نادي الزمالك انك تلعب باثنين ارتكاز واجباتهم الدفاعيه اكتر، وتدي حريه اكتر للشامي وعبد الرحمن مجدي وفخر الدين بن يوسف ان هم اللي يبقوا بيزيدوا، ومدبول هيرجع كمان هيبقى بيساند معاهم، لان نادي الزمالك الطبيعي عينه على المكسب، الطبيعي ان هو بيفكر في الثلاث نقاط، ونادي الاسماعيلي نفس القصه، بس الحالة الفنية والحالة البدنية هي الأقوى دلوقتي لنادي الزمالك مش الإسماعيلي، فنيا أعلى نادي الزمالك، فشيء طبيعي إنك لازم تبقى واقعي مع نفسك، لازم تتعامل بواقعية مع المباراة حتى لو على ملعبي. إن أنا أحط اثنين ارتكاز عندهم إمكانيات عالية، يعني دونجا وعماد حمدي لعيبة مميزة، يمكن فرق عماد حمدي المباراة اللي فاتت إنه ما كانش موجود، لكن لعيبة مميزة، لعيبة بتعرف تعمل واجب الدفاعي بشكل جيد جدا، وأحط قدامهم ثلاثة يقدروا ينقلوا الهجمه، يقدروا يغيروا رتم النادي الاسماعيلي، ده مهم للنادي الاسماعيلي النهارده، مهم ان الفرقه اللي هتمتلك نص الملعب النهارده هي هيكون ليها الافضليه.